قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لمياه الشرب. توفير الكميات الملائمة من المياه العذبة النقية من خلال محطات تحلية مياه البحر يتطلب جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة، إلا أنه ما زال هناك إسراف غير مبرر في استهلاك المياه. وفي بيوتنا، بيئتنا الصغيرة، يمكننا القيام بالعديد من الجهود التي إن تضافرت ستصبح نظام حياة له أكبر الأثر في الحد من الإسراف. تستهلك غسالات الملابس والصحون 30 إلى 35 جالوناً من المياه في كل عملية تشغيل، لذا يجب ملء الغسالات بالكامل قبل تشغيلها، مما يوفر من استهلاك كل من المياه والطاقة الكهربائية. استخدام كوب من المياه أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة يوفر حوالي 11 جالوناً من المياه يومياً. لنتفادى دائماً ترك صنبور المياه مفتوحاً أو فتحه إلى الحد الأقصى. تركيب رأس خاص على دش الاستحمام يوفر 3 جالونات من المياه في الدقيقة الواحدة. يجب غسل الخضروات والفواكه أو الأطباق في وعاء مملوء بالماء بدلاً من ترك الصنبور مفتوحاً. ولاحقاً يمكن استخدام المياه المتبقية من الشطف في تنظيف الحديقة أو ري النباتات بدلاً من التخلص منها. استخدام دلو المياه عند غسل السيارة يوفر الكثير من المياه المهدرة عند استخدام خرطوم الماء الجاري. من الأفضل ري النباتات في الصباح الباكر أو بعد العصر، لأن ري النباتات في وقت الظهيرة يؤدي إلى تبخر كمية أكبر من المياه وعدم تمكن النباتات من الاستفادة منها، كما أن قص العشب بشكل دائم واستخدام أساليب الري الحديثة يقلل من المياه المستهلكة. فحص جميع صنابير المياه والتوصيلات الداخلية والخارجية للمنزل بصورة دورية للتأكد من عدم وجود تسرب، وإصلاح الخلل فور حدوثه يساهم في تقليل الهدر من الشبكة المنزلية، والذي قد يتعدى 14% من الاستهلاك المنزلي. إن مستقبل هذه الطاقة مرهون بتصرفاتنا. وكما أن توفير المياه العذبة النقية يتطلب جهوداً جبارة، فإن تنقية ومعالجة مياه الصرف للتخلص منها بطريقة آمنة لا تضر البيئة من خلال محطات معالجة الصرف الصحي يتكلف أيضاً جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة. فالهدر يضاعف التكلفة ويضاعف الجهد. استخدام المياه المعالجة في ري النباتات التجميلية في الشوارع العامة
يوفر لنا المياه العذبة النقية لاستخداماتنا في الطعام والشراب والوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسرف ولو كنت على ضفة نهر.